هاي السنة الثالثة بالحصار، مشروع بيت المونة عم يكبر ليلبي حاجة الناس. لثالث سنة بيت المونة عم يدعم الفلاح وعم يأمن عمل للأسر الفقيرة وعم يأمن سلة مونة للمحتاج في فصل الشتاء. 95% من مستلزمات ومواد بيت المونة هي من منتجات فلاح الغوطة الشرقية. كثير من العالم سكرت محلاتها وما بقي عندها أي مصدر للرزق. المواطن السوري اللي عايش بالغوطة بأفضل أحواله عم يأمن أكله وشربه ليوم واحد فقط. بمشروع بيت المونة قدرنا نفتح المجال ل 270 عائلة لتأمن مصدر رزق وتنتفع من هالمشروع. نحن نوصل المحاصيل اللي نشتغلها ببيت المونة على بيوت كل العيلة مشان يشتغلوهم، لما يخلصوا شغل نرجع بنلمهم مشان نحطهم يصيروا جاهزين للتوزيع. مشروع بيت المونة اشتغلنا كوسا يابسة واشتغلنا بندورة يابسة وهلا عم نشتغل باذنجان يابس وكشك وان شاء الله لقدام في فاصوليا يابسة. هلا يا كثير انتشرت ظاهرة التسول لدرجة انه في ناس امتهنتها لتأمن لقمة عيشة. بمشروع بيت المونة قدرنا نجمع العيلة على عمل واحد يحفظ كرامة العيلة. بيت المونة أو اللي عم تديرها منظمة أسوس أو مؤسسة أسوس، الحقيقة أنا عندي معلومات جيدة عنها سابقا وتعاملت معهم من السنوات الماضية وحتى أخذوا تزكية من مجلس محلي. نحن ما بنعطي تزكية إلا إذا كانت المؤسسة عم يعني تقوم بعملها بإخلاص وبجد وبفاعلية. بالنسبة للخضار اللي عم يقوموا هن بتشغيل الناس فيها، هي بتكون مثلا مثل الكوسة، مثل الباذنجان، مثل اليقطين، مثل يعني كل المواد اللي ممكن تتجفف في باستعمالهم أو باستخدامهم للعائلات الفقيرة أولاً بتصنيعها وب يعني استعمال يد عاملة، ممكن تكون هاليد العاملة إذا ما قمنا باستعمالها في ظل الحصار والبطالة ممكن تلجأ للتسول. الغوطة هي أرض زراعة معروفة منذ القدم، فيعني هي بتنتج السلة الغذائية لأهلها، فنحن تفكيرنا بالطريقة هاي فحيكون حيسد العجز بالسلة الغذائية للغوطة المحاصرة. فكرة بلاقيها فكرة ممتازة جدا، وبالعكس بدعو تعميمها وتوسيعها. أنا وجهد مشكور والله يعطيكم العافية.